يفتح مركز الاستطباب الجهوي بمدينة أجزوجة أبوابه للمرضى على مدار الساعة، وتكثر في هذه الظرفية من العام الاستشارات الطبية المرتبطة بفصل الأمطار. الولاية تنشر عموما الأشياء عن موسم كيف تمن الأمطار، وبالتالي كان هذا إنذار مبكر كجهة صحية وفي مركز استطباب بقشوشة، على أن نعود على كامل الاستعداد من أجل تهيؤ لأي طارئ صحي قد ينتج والله قد تفاقمه هذه الأمطار. عموما هنالك أمراض موسمية معروفة في موسم الخريف عموما تصاحب هذه التساقطات المطرية، هذه الأمراض اللي معروفة أساسا، الملاريا اللي هي حمة الناموس، ونحن هنا على مستوى الشمال سجلوا أيضا بعض الأمراض الأخرى اللي تكثر في النوع من المواسم، وخاصة عنه موسم لا يترافق مع موسم القيطنة اللي دائما اللي زاد هو عنده أمراض خاصة به. من أكثر هذه الأمراض شيوعا هي الإسهالات، معناها الإسهالات اللي تخلق، وسببها أساسا هو التلوث اللي يخلق، وخاصة لدى الأطفال والرضع وصغار السن عموما. ويقدم الأطباء عدة نصائح للمواطنين يساعد التقيد بها على الوقاية من الأمراض المصاحبة لفصل الخريف. النصائح اللي نقدر نوجهه للناس في هذه الفترة اللي الحمد لله بدأت بموسم أمطار جيد، أنها تحافظ على اللي منها لهيبات في بلاصة مفتوحة، يحافظ على أنه يعود بيت في قبة، ما القبوب اللي طاردين للناموس، ناموسيات ناموسية. وبالنسبة للأطفال أساساً ننصحوا الوالدين عنهم يتجنبوا السباحة في المياه الراكدة، هذه البراك اللي تتكون من الأمطار أساسا. والنظافة مهمة خصوصا هذه الفترة اللي تشهد الناس فيها خروج البوادي، والمحافظة على النظافة أساسا. زوار مركز الاستطباب الجهوي بأجوجة تأكدوا أهمية الخدمات العلاجية المتوفرة في المركز. وجيت هون مع رجاج ما مصحح عبد المولانا معاهد، سمعت وطبنا زين ومصقول ومرضانا الحمد لله، ما ينبخلوش منين يجوا قرنعان، ومن قلة الدو ومن قلة الأخصائيين. شاكرين الدولة على الإمكانيات اللي معدل الشعب اللي جهون مرضى وتلقات الأطباء على حالة منضبطة جزاه الله خيرا. طالب من الشعب عنه ينضبط مع زمن الأمطار ويعص من البلد فيه المياه اللي تؤدي الأمراض. ويبقى التقيد بالنصائح الطبية أهم أسباب الوقاية من الأمراض، خصوصا في هذا الموسم الذي شهدت بدايته تسجيل كميات معتبرة من الأمطار في ولاية إنشيري. لقناة الموريتانية محمد البلال، مدينة أكجوجت.